اليوم في إطار مناقشة الحصيلة المرحلية اللي قدمها السيد رئيس الحكومة، حقيقة لابد اليوم أن نقول أو أن نشيد بهذه الحصيلة الغنية الكبيرة المهمة اللي بينات وكتبين الحجم ديال المجهود اللي قامت به الحكومة والحجم ديال الإنجازات المهمة اللي دارتها الحكومة، وكذلك الطبيعة ديال الإنجازات، لأنها أولا لأنها جات رغم الظرفية الاستثنائية المناخية الجيوستراتيجية المخلفة ديال الزلزال ديال الكوفيد وما ترتب عن ذلك من التضخم، فإلى جانب ما قامت به الحكومة من دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر رصد وتعبئة الملايير ديال الدرهمات، والشيء اللي خلى مجموعة ديال المواد أنها تستقر خاصة الكهرباء وكذلك التنقل ودعم الدقيق والسكر إلى غير ذلك، وأيضا أنها نزلت بشكل يعني بكثير من الكفاءة والمسؤولية، نزلت البرنامج ديالها خاصة الالتزامات الأولوية، وأخص بالذكر أولا الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية اللي قامت به الحكومة بمجهود كبير لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى الأجراء ديالو، لأن هاد المشاريع ولا هاد الحصيلة اليوم اللي قدمها السيد رئيس الحكومة ما كنتحدثوش عليها غير هكاك، وإنما أرقام وكذلك نتائج ملموسة، لأن اليوم أي مغربي إلا سولتيه على هاد الحصيلة لأنه كانوا في السابق كيسمعوا حصيلة حكومية ولكن كيشوفوش الأثر ديالها لا على المستوى ديال الواقع لا الفئة المستهدفة ولا على المستوى ديال التنمية ديال البلاد، ولكن اليوم ملي كتسول أي مواطن كتقول له دي هذا الشيء اللي وقع في العالم وهاد الأثمنة اللي ارتفعت في المواد الطاقية وفي المواد الغذائية في دول أخرى، واش في المغرب أن المجهود لمستو أن البوطة بقات في الثمن ديالها الخبز إلى غير ذلك لمسوه، ملي كتسولوا على هاد الإنجازات اللي قامت به الحكومة اللي جات في التقرير ديال السيد رئيس الحكومة المواطن لمسها، علاش؟ لانه الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه كيشوفوا بانه فعلا الملايين ديال المغاربه انهم ولاو كيمشيو للسبيطار ولا كيمشيو للكلينيك انهم كيتعالجوا وكيمشيو لاسينيسيس وكيرد لهم المصاريف ديال العلاج وكيرد لهم المصاريف ديال التطبيب. اليوم ان المواطن البسيط الهش اللي كان انه الا ما مشاش المستشفى العمومي ويلقى الخدمات ضعيفه ولا ما كيتستقبلش ولا ما كيلقاش سكانير ما كيلقاش الادويه، اليوم انه ولا كيمشي بحاله بحال الوزير بحال رئيس الحكومه بحال برلماني بحال واحد من الطبقات الاخرى. منين كنهضروا بانه الفئات الفقيره والهشه ولات كتوصل بالدعم المباشر، اليوم فعلا انه كنشوفوا 3.5 مليون ديال المغاربه في كل شهر كيتوصلوا بالدعم المباشر اللي كيتجاوز في كثير من الحالات 500 درهم واللي كتعاون هذه الفئه باش يتغلبوا على المصاريف ديالهم باش يشريوا مجموعه ديال المواد اللي كانوا ما يقدروش يشريوها. اليوم منين كنهضروا على ان هذه المنظومه الصحيه كتعرف الاصلاح، فعلا انه كلنا كنشوفوا بانه كيتم تاهيل مجموعه ديال المراكز الصحيه، كتبنات المستشفيات الجامعيه تزادت 3800 درهم للاطر الطبيه، ما كاين مازال الطلبه في كليه الطب كيتكونوا باش يطعموا هذه الخصص اللي عندنا في المستشفيات. منين كنهضروا على اصلاح التعليم ان المواطن المغربي ولا كيشوف بانه فعلا كاين مجهود للمشكل ديال التعاقد انه تحل ولا الزيادات اللي تزادت للرجال ديال ونساء التعليم، وانه المدرسه ديال الجوده وتكافؤ الفرص ولا المواطن كيلمس بانه في المدرسه الرياضه ان اكثر من 300 الف تلميذ انهم كيقراوا في ظروف جيده. منين كنشوفوا بانه الرؤيه ديال الحكومه في مواصله اصلاح هذه المنظومه ديال التعليم والصحه انها كاينه وكاين مجهود كيتبذل. منين كنهضروا على السياسه المائيه كيفاش كتنزل، كيفاش بدات محطه تحليه المياه، كيفاش تربطت الاحواض من واد سبول واد بوركبير، كيفاش تنقذت الملايين ديال المغاربه اللي في الدار البيضاء والرباط كانوا مهددين بالعطش، انه فعلا في 6 شهور وب 6 مليار درهم تربط الاحواض ونقدات هاد الملايين من الخطر ديال العطش. منين كنهضروا على الحوار الاجتماعي اللي كان واقف، كيفاش انه الحكومه استات لهذا الحوار وكيفاش انفتحت على الفرقاء الاجتماعيين وكيفاش كان الحوار مسؤول وبناء وخرجوا بالاتفاقيات وبمخرجات، وكيفاش تزادت في الاجور لا ديال الموظفين في القطاع العام ولا ديال القطاع الخاص، كيفاش انه لا السميك ولا السمك، كيفاش هاد التحول اللي كيعيشوا. منين كنهضروا على تفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه، شفناها فعلا رصد اعتمادات للصندوق ديال تفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه، وشفنا الامازيغيه كيفاش كتطور في بلادنا. منين كنهضروا على الدوله الاجتماعيه الدعم السكن، شفنا ان الفئات اللي ما كانش عندها دار او لا كاريه ولا ساكنه مع الناس كيفاش انهم اليوم بالامكان ديالهم يشريوا دار. منين كنشوفوا بانه هذيك الالتزامات اللي جات بها الحكومه انها غتوفر فرص الشغل اللي مازال انها كتاسس الاصلاحات اللي غتوفر لنا هذه فرص الشغل، خرجوا ميثاق الاستثمار بسطات المساطير دات كيتهيكل او لا كتصلح المراكز الجهويه للاستثمار. اذا واحد الحصيله يمكن نقولوا بانها
حصيلة مرحلية يعني فيها التزامات ديال الحكومة كنشوفوها إنجازات اليوم، وكذلك حنا كنشوفوا بأن الحكومة كيفاش كتشوف العامين ونص اللي بقات، كيفاش غترفع من مستوى العمل، كيفاش غادي توصل هذه الإصلاحات، لأن فعلا ما سالتش الحكومة، هي اللي بدات، لأن الإصلاح ديال التعليم والصحة هو إصلاح استراتيجي الواقع اللي الآثار ديالو غيبان على مستوى النهار اللي غادي تكملوا هاد السبيطارات، نهار غادي تخرجوا هاد الطلبة، نهار غادي تخرجوا الطلبة اللي كاينين في الكلية ديال التربية والتكوين واللي أساتذة، نهار اللي غادي يتكمل هذا الإصلاح عاد غنشوفوا الأثر ديالو، لأن هذه الإصلاحات كانت فيها تراكمات في المشاكل في هذه القطاعات، واليوم كاين رؤية واضحة، كاين مجهود، وبالتالي غادي يكون الأثر. هذه الفرص ديال العمل النهار اللي غادي المستثمرين غيلقاو هذا المناخ اللي وفرته الحكومة غيكون عنده الأثر على فرص الشغل. إذن عمل كبير كتقوم به الحكومة، كنتمنوا لها التوفيق وكنتمنوا لها النجاح فيما تبقى من الولاية ديالها، وبكل صدق كنائب برلماني في أغلبية حكومية وكمواطن مغربي أقول اليوم أنه يحق لي أن أعتز وأن أفتخر بحكومة بكفاءة بثبات بحكمة تدبر الأزمات بإجراءات وتدابير، ولكن الاختيارات والتعاقد ديالها مع المواطن بقات ثابتة وسخرت كل إمكانيات باش تنزلها في الأجل ديالها، كتنزل توجيهات ديال جلالة الملك، كتنزل البرنامج ديالها، وكتخف على المواطنين في كل ما بنت شي ظروف من الظروف. فبالتالي كمغاربة هنيئا لنا بهذه الحكومة ونتمنى لها التوفيق. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.